ويسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من أبوظبي الدكتور محمد بن هويدن، أستاذ العلاقات الدولية ورئيس قسم الحكومة والمجتمع في جامعة الإمارات. في البداية نبارك لكم بالعيد الوطني دكتور. دكتور، كيف تصف العلاقات بين البلدين الشقيقين البحرين والإمارات، خصوصا فيما يتعلق بنتحدث عن الجانب السياسي، التواصل على المستوى الرسمي الشعبي أيضا بين البلدين؟ شكرا جزيلا، شكرا على التهنئة غير المستغربة حقيقة من أهل البحرين، ونبارك لقيادتنا ولشعب الإمارات هذه المناسبة العظيمة على نفوسنا وعلى نفوس كل المحبين للإمارات وخاصة أهل البحرين. العلاقة الإماراتية البحرينية حقيقة يعني تعطي نموذجا رائع للعلاقة التي يجب أن تكون عليها الدول ولا سيما ما بين دول الجوار، وحقيقة تقريركم قد وفى في هذا المجال، يعني بحيث أننا لم تشهد هذه العلاقة أي حالة من التوتر أو الفتور أو التراجع لا في السابق ولا في الفترة الحالية، وهذا طبعا نتاج للاحترام المتبادل الشديد القائم ما بين الدولتين والتزامهم بمبدأ المنفعة المشتركة. ونحن لا ننسى أن كادت البحرين والإمارات أن تدخلان في شراكة دولة وحدوية في بداية قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن البحرين اتجهت إلى خيار إقامة دولتها المستقلة المباركة والتي نجحت نجاحا مبهرا وأصبحت اليوم دولة مسؤولة في النظام الإقليمي والنظام العالمي. وبالتالي يعني الإمارات والبحرين حقيقة يعطيان نموذجا رائعا ورائدا في المنطقة في مجال الانفتاح الاقتصادي والتسامح الإنساني، وهما حقيقة رائدتان، يعني هما ابتدأا مثل هذه النجاحات والإنجازات. واليوم في دولة الإمارات يعني التسامح الإنساني متزامن مع عام التسامح أيضا، وهذا أيضا يرتبط بهذه الميزة التي تتمتع بها دولة الإمارات وتتمتع بها كذلك دولة أو مملكة البحرين. فالعلاقة ما بين الدولتين حقيقة تعطي نموذج رائع في هذا الاتجاه، لا سيما الاتجاه السياسي، وكما تحدث تقريركم بأن هذه العلاقة كانت قائمة على أساس المصلحة المشتركة. وهنا لابد أن أذكر شيء مهم حقيقة في تحليلنا السياسي دائما لسبب نجاح العلاقة ما بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، هو أن هذه العلاقة قائمة على قناعة قيمية، يعني ليست قائمة على قناعة مصلحية. العلاقات ما بين الدول قد تكون قائمة على علاقات مصلحية بحيث أن كل دولة لديها مصلحة وهذه المصلحة قد تنتفي بعد وقت، لكن العلاقة القائمة مع مملكة البحرين حقيقة هي علاقة قيمية، وما هو مشترك ما بيننا هو مرتبط بالقيم التي تؤمن بها القيادة والمجتمع في الدولتين. لذلك هذه العلاقة مستمرة ومستدامة وما زالت قائمة منذ الأزل إلى المستقبل، لأنها علاقة قيمية لا ترتبط بمصالح آنية لهذه الدولة وتلك الدولة، وإنما بقيم مشتركة، قيم سياسية، قيم اقتصادية، قيم ثقافية، قيم مجتمعية، وهذا ما يعطي انطباع على أن هذه العلاقة بالفعل متينة وستستمر في هذه المتانة إلى المستقبل إن شاء الله. نعم، شكرا لك من أبوظبي الدكتور محمد بن هويدن، أستاذ العلاقات الدولية ورئيس قسم الحكومة والمجتمع في جامعة الإمارات، شكرا على هذه المداخلة.